تفضل فيه يا حاج باسم احمد نافع الابوي المحامي. اي فندم الف مبروك. شكرا. ناويين تشرفونا كتير يا فندم؟ اسبوع سبعة ايام بلياليهم. فاتتنا حكايه لياليهم دي يا حبيبتي. هتبقى حوسه لو طلب اجار الاوضه بالنهار وجوها بالليل لحد تاني. فضل سيادتك القنصل اللي هناك وانا حصل سيادتك القنصل العفشي. لا انا افضل اكون مع العفشي. لا ما يصحش. طيب هم حتتين قدامك هم. ما تخافش يا بيه. وتخلي بالك منهم عشان فيهم الظروف بتاعتك كلها، وانت عارف الايام دي الظروف صعبه شويه. يا بيه اطمني. اسمع ما تهبدهمش على الارض علشان الشنط دي مش بتاعتك، مستلف من واحد صعب. يا بيه اطمني. راح عليهم. ايه ده يا استاذ؟ انت هتسيبنا نمشي لحد الاوضه؟ صحيح فاتتني. تاكسي تاكسي. ما تستعبطش، لازم تشيلني. انت ناسي ان دي اول ليله في جوازنا؟ اشيلها ده ايه؟ ما تكونش فاهمه انها اتجوزت طرزان. ساكت ليه؟ ما تيلا. بس بسأل يا حبيبتي، يعني تحبي شيله معينه ولا اي شيله والسلام؟ كله ماشي، المهم تشيلني وبس. قوي على كل قوي. انا لو اعرف من الاول ان العمليه تقيله كده كنت خلعت. الجمله دي معناها انك ندمان على جوازك مني. معقوله يا حبيبتي اندم برضو على احلى حاجه حققها لي ربنا؟ حقيقي الكلام ده من قلبك يا حبالك؟ انا خشيشي من جوه، انا خشيشي من اولها يا حبيبتي. أخرت على سيادتك بس وصل العفش كان متعطل شوية. هو احنا بنسرق مش متجوزين؟ بس احنا في الشارع، قصدي يعني في قدام الاوضه. خلاص نكمل جوه ولا تزعل. استنى، اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. وانا كمان يا هانم اتمنى لك حياه زوجيه سعيده. انا شفتك فين قبل كده؟ شيل بقى. بس لو شلت يعني. يلا شيل. طيب هقول لك على حاجة بقى. ايه؟ انا غير مسؤول بقى عن اللي هيحصل جوه بعد الشيلة دي. مالكش دعوة. عسل ولا اسبوع عسل؟ وهو الاسبوع خير والجلسه بكره.
اطمن يا معلم، بكره الصبح هيكون في المحكمة. ابراهيم افندي، الحكاية دي عقباها وحش قوي. اطمن يا معلم، احنا اساتذة القانون وكلمتنا واحدة. لما اشوف على العموم هنتقابل في المحكمة بكرة. بإذن الله يا معلم نتقابل في المحكمة بكرة. طول لي سعادتك. ايه؟ ما تقبل مسكرة. لما تجيب لنا كده حكم يخش مزاجي اديك السيجاره اللي هي. على السلامه يا معلم. الله يسلمك. السلام عليكم. والعمل يا ابراهيم يا فندم؟ والله ما انا عارف يا عم صالح. كلمه في اللقنه. ما تعيطش يا عم صالح، كلمته كذا مره، ست مرات. كل العمال بتوع لوكاندا قالوا لي ان العروسه نبهها عليهم عدم الازعاج مهما كانت الظروف. حاول تاني. ما تعيطش يا عم صالح، هحاول تاني يا سيدي. الو لوكاندا؟ من فضلك اديني الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. الابوري. الابوري يا ست. عارف عارف انه يا ست انا وكيل اعماله ومدير مكتبه وكاتب اسراره. الله، المساله خطيره، خطيره جدا. احنا متسوحين يا هانم. الله، لا لا مؤاخذه يا بنتي، اصل انا منفعل شويه، تعبان. حاولي تاني، الهي يسترك. شهر عسل ايه ده والمكتب تعبان؟ الله يخرب بيتك يا عم صالح. من يوم ما عيطت مفيش خالص. ليه يا عم صالح؟ ليه؟ افرد وشك يا راجل، حرام عليك. طبعا. يا ساتر عليك، المفروض يشوف شغله الاول وبعدين يبقى يعسل على كيفه. ما تعيطش، ما تعيط ابدا. حبيبتي بس اقول الوم لنفسي وبعدين احط السماعه. قولها لي فوق. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ اه ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا أحمد بيه، ربنا يقويك. أيوه بس أنا وقعت زبون صح وبرشلته في مقدم الأتعاب. بكرة يا فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكرة من بدري هكون في المحكمة. على السلامة. يا سلام على ابراهيم الفندي ده، جدع بشكل أحسن واحد يشكل الزبون ويجيب رزقه. ده إيه بقى الشغل بتاع بكرة ده بقى؟ واحنا حبيبتي متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل. أرسلت بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبه اننا متجوزين بقى لنا اسبوع ولسه بنتكسف من بعض. ودايما اولاد العائلات الكبيره بيبقوا كده. عاجبك كده يا ابراهيم افندي؟ طمن يا معلم، جاي باذن الله، جاي باذن الله. الواد اخويا هيروح عوانطه يا ابراهيم افندي. يا معلم تماسك. الله، دي لعبتي انا بقى. الحمد لله الاستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه، القضيه هتتندى. تندى مين يا معلم؟ ده ما انتش جانب المحامي بتاعك ولا ايه؟ انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت فيك. شوف اما اقول لك، لحد النهارده بعوني الله ما فيش قضيه تفيده وانا مش موجود. ما تفهمه يا ابراهيم. فهمت وسعت فيك. ما فيش حكم يطلع من المحكمه مش على مزاجي. الله، ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه، بس اصل يعني ما فيش يعني.
تحكي قضية يا قدام وتحط فضلك قضيها صيف. فهمت يا ابراهيم؟ فهمت يا سعاد البيت. ايه والبي زاحل ولا ايه؟ زاحل خد على خاطره منا شوية من تلكيت وعجنت معاه. ليه كده يا اخي؟ على فكرة عاوز اقول لك حاجة. ايه؟ اصل سعادة البي احمد فلتة من فلتات الطبيعة. لكن ممكن كل حاجة تمشي لو زودت شوية في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاة، من اجل ما قدمته لهيئة المحكمة من ادلة، وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم. طالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم الذي اعتقد انه طالما يعمل غزارا انما يستطيع ان يذبح البشر كما يذبح البهائم. اشكر هيئة المحكمة. ابراهيم القضية عن ايه؟ الدفاع يا ابراهيم القضية عن ايه؟ تفضل يا استاذ. احمد نافع الابوري حاضر على المتهم يا فندم. تفضل يا استاذ. المتهم اللي لابس ازرق. حضرات القضاء، حضرات المستشارين، السيد المتهم، الساده الحاضرين، السيد ابراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي، الاستاذ لاجل بختك مركز قوي النهارده. ايوه يا استاذ. ماذا اقول؟ ماذا اقول؟ واي شيء يقال؟ واي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال او لم يقال. الاستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الاستاذ ده فصيح فصاحه. ثم دعوني اتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 والف كلا. فهناك قول وهناك قول اخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها، فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة. ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ. أدخل فينا يا فندم؟ ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله حاضر يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن المقدمة الإيضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني. ما فيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا أخي الله يخيبك، ده أنا بوسع على سبع أدوار يا أخي. الله، إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده؟ تعمل كده برضه يا مفتري؟ رجل القضية لجلسة باكر لسماع شهود الإثبات. والله يستحسن برضه يا فندم.
مين بينده؟ انا ساعة تليفونات جاي من عند صاحب البيت عشان التوصيله. اتفضل يا اسطى. انتوا فين بالظبط يا اخت انم؟ احنا فوق اخر شقه عند السطوح. ومين في حين يطلع السلالم دي كلها؟ يا خرابي، ده انا على ما اوصل فوق يكون الواحد يتهد حيله واتقطع نفسه زي ما حضرتك التليفونات مقطوعه. يا مساعد لطفك يا رب. سلام عليكم يا ست هانم. اكيد تعبان مش كده؟ هي فعلا السلالم بتاعتنا عاليه شويه. هي عاليه يا بقى يا ست هانم. معلش اتفضل اقعد استريح. اقعد اقعد فين؟ ايوه صحيح، احنا ما عندناش كراسي، اصلنا مأجرين الشقه مفروشه من اول النهارده. ايه مفروشه؟ وهو فين فين الفرش ده؟ يا صاحب البيت هيجيب شويه حاجات واحنا هنجيب الباقي. تحب اجيب لك كوبايه ميه تستبل رقك بيها؟ ربنا يسترك، ربنا يستر عرضك. هاتي لي شفشق. حاضر شفشق. بس يا خساره مفيش كوبايات. لكن اسمع، ممكن تغسل ايديك كويس وتشرب بيها من الحنفيه على طول. حضرتك الاول متاكده ان في حنفيه وفيها ميه؟ لا 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 اطمن، مش للدرجه دي. الحنفيه قدامك اهي ولسه ماليه منها الفاز. مش معقوله. حط بقى التليفون ده في انهي حته يا ست هانم. وبتزعق كده ليه؟ معلش غصب عننا، بس اتعودنا على كده من كتر التليفونات البايظه. اقول لك خليها هنا احسن، عشان ناوي اشتري حته موبيليا شيك واحط التليفون عليها. حاضر. ولا اقول لك احسن خليها هنا. هنا اهو؟ هنا اهو. حاضر. اسمع. ايه؟ خليها هنا احسن، بس طول السلك عشان يوصل الشقه كلها. الأنبور المحامي. مين بينده على الأستاذ أحمد المحامي؟ طلعه فوق. فوق فين؟ آخر دور. حاضر. كويس إنك جيت راكب توصيلة التليفون دلوقتي. اشمعنى؟ عشان تدق زي ما أنت عايز، لأن بعد كده هنراكب ورق الحيطان. ولا مؤاخذة حضرتك والبيه منقولين من بلد تانية؟ منقولين إيه؟ ده إحنا لسه متجوزين وفي شهر العسل. ربنا يسعدكم يا ست هانم. ميرسي. لكن حرام برضه تاخدوا شقة مفروشة، دي أكيد غالية. ما هو لو هنستنى لحد ما نقدر نجيب شقة فاضية هكون أنا بقيت عانس وهو طلع على المعاش، يبقى بلاش نتجوز بقى. من مهلك يا رب. ميرسي أوي. يا سلام على رقتك يا ماما. ايه مش فاهمه؟ بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. برضو مش فاهمه. بيسال حضرتك يلزم خدمه تانيه؟ فهمت. دقيقه واحده يا حاج. متشكرة أوي. إيه متشكرين. إذا عطت ورد تاني ما تبعتولناش.
من فضلك تستناني 5 دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ هفرع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حاله نفسيه. لا شيخ، يعني كل ما بعصب اروح مكسر اي حاجه قدامي؟ طوالي. اه، وانت لما هتتنرفزي انت كمان هتكسري اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله انا ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اه اهلا. اتفضلي اتفضلي، تعالي استريحي. اتفضلي اتفضلي. اه اهلا. اقعدي يا ماما هنا. اتفضلي. اتفضلي اهلا. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ايدك الكازوزه لماما. من تحت؟ ايوه بس بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه. ودي تيجي برضو. يلا يا حماده. اذا كان صاحبة الشقة نفسها بتقولك مش عايزه. مش كده؟ اكيد تعبتي مش كده؟ ايه يا بنتي؟ مش تقولي انك ساكنه في البرج؟ وانا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. امال امال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت اوضه النوم بكره واحنا هنكمل الباقي. اه بكره. ودي شقه دي تديك فيها 60 جنيه؟ اوعى تقول الكلام ده لاحمد لحسن ده على الاخر. طبعا انا فهمته انها ب 25 جنيه بس وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المره الجايه لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقه من حلاوتها. انا هو انا فيا صحه عشان اجي لكم هنا تاني؟ عن اذنك يا اختي انا ماشيه. ايه يا ماما مش معقوله رايحه فين؟ اصل تاكسي. استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جايه عشان خالتك تعبانه شويه. قلت اروح اشوفها وفوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. فبتتعشي معانا بكره؟ انا ماشي معاكم اطلع السلم ده تاني. وحياتي كمان. سلام عليكم. عشان خاطر يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. مع السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي. ده سيني. مش لما داب في روحي الاول؟ اخفى عليك. خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذة كده. وانت لسه شفتي حاجة؟ عيد فايده حبينا الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متاني ورجلينا مكلبشة ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمة ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبة ابتدت تخرج مفاصلي. طب اسمع انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها جنان جنان. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي الطرش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. اه جواز تقليدي يعني؟ هو الجواز كمان حطوه على درجات؟
ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوف في ايه؟ يا حبيبتي أنا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. إنما توصل لحد إن أنا أواجه حرامي وجها لوجه، أنا آسف، ده مش من طبيعتي ولا من خلالي. قوم بلاش كسل، الزوبعة خلصت. يا تقومي تقابليه أنت يا تنامي وتسكتي. أسكت إزاي؟ لا أقوم طبعا. صاحب الشقة دي. ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت؟ من النهاردة، وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العمارة مفروش، مقدره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الإيجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوفي قله الحياة. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت، وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم، انط ابقى جوه ونام، ولا من شايف ولا من داري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوة؟ لا يا ماما متشكر. يا ما رجعتش. ما عندناش لا بن ولا مية. بتتكلم. حتى الحرامة ضربت معاه الصحوبية. هنعمل ايه يا أست هانم؟ أصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمة. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور مأجر لنا الشقة دي بستين جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. أحمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. أحمد مين؟ أحمد جوزي. وستك متجوزة؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم، اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنهوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبيع على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. نعم، ما تكسفنيش، ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لأحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومة. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من اهل. قوم الحق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. اصيله يا نوال هانم، اصيله. مع السلامه. انت واقفه تتسالم على الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ الدمنهوري مين؟ جرى اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وايه اللي جابه في الصبح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدرون على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه، يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متأجر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري. الناس لبعضيها،
النهارده احنا نساعده وننطط من فوق لتحت، جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق، والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا الذهب الواقف أمامكم، إن هذا الذهب الواقف أمامكم. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ يعني امبارح تضيعوا في ماذا أقول، والنهارده تضيعوا في البرد والأسود. أصل يا سعادة الدين يعني الإزاز مكسورة فندم. الإزاز يا فندم الإزاز مكسور والأوضة أصلها من هواء. وهو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يعني. إيه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام انت مجهول يا استاذ، ركز في القضيه اللي قدامك، اقعد استريح على مساله الشاهد الاول. نادي على الشاهد الاول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي. قول والله العظيم اقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم اقول الحق. رفعت الجلسة. يستحسن برضه يا فندم. متشكرة قوي. مع السلامة. مبروك يا حبيبتي، العمارة نورت بوجودك فيها. أنا عنياه، جارتي في الشقة اللي تحت دي على طول. أهلاً وسهلاً، اتفضلي. والنبي يا حبيبتي، أنا أول ما سمعت إن الشقة سكنت وإن السكان علي الجداد طرت من الفرحة. ميرسي يا ست عنياه، تبين عليكي ست طيبة والله. الله يخليكي. بس يا أختي يكون في عقلك. أنا شقتي شقتك وشقتك شقتي، حكي ما أنا أحب الناس قوي وعمري ما أحب التكليف، مفيش في الدنيا أحسن من إن الناس تحب بعضها. يخرب بيت وصاحب العمار، عرف إزاي يخلق الشقة دي من الحتة الصغيرة دي؟ أزمة سكن بقى. ده راجل جشع طماع بعيد عني. الود ده وده يعدلنا كلنا من العماره ويقبرها مفروشة. وفرش ايه زي ما انت شايفه كده اهو. بس بيني وبينك كده، الناس دي مش عامله حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حس، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاته؟ من يد ما نعدمهاش كمان واحد. إيه بس ما كنتيش تحلفي. عن اذنك ثانية واحد. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكرة ايوه حلوة قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيه بتاعي بيشتغل في شركه استثمار كبيره قوي. حاكم بيتكلم بالسبعه تولسون. هايل. بقالنا 12 سنه متجوزين والحمد لله عايشين عالي العين، عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. اكيد راجل عظيم، لكن الرك برضه على الست. والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقلش بالكلام ده، هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقول لي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه
والعلاقات العامة. حلوة قوي حكاية الإدارة الداخلية والعلاقات العامة دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في إيدك. تصرفي اللي تصرفيه وتكني اللي تكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي. هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده، في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم بينقلبوا ويفتروا. ايوه على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. العقول مع الطلاق يا حاجة. ابدا، انا يا دوب كنت حبك عشان الغدا. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل. احنا قاعدين نستمر مع بعض. على رأيي طول عمرنا بنطبخ للرجاله، خدنا منهم ايه؟